حنا ديما كنتبعوا المنتخب تقريبا من 2018، حنا كنتبعوا المنتخب في ممشى. جينا هنا سان بيدرو باش نشجعوا المنتخب الوطني، كنتمنى يحققوا نتيجه ايجابيه في ظل ارتفاع درجه الحراره والرطوبه، ونتوقعوا لهم ان شاء الله يبداو بدايه مزيانه وان شاء الله يحققوا انتصار. صراحه الاجواء جميله بزاف، لان الجماهير المغربيه كاينه كثيره هنايا، وهي اللي كتخليك تنسى عده عوامل في ظل ضعف زعما دور الفنادق، القله ديالها قليله بزاف ماشي بحال ابيجون، مي ان شاء الله الغايه هي تشجيع المنتخب الوطني وتحقيق نتيجه ايجابيه ان شاء الله. شنو التوقع ديالك من نتيجه اللقاء؟ 2-0. الفرصه هذه كنا كنتسناوها من 2018، كنا كنتسناو لا كوت ديفوار تورغانيزي لا كان، كنا كنبغيو المنتخب نشوفو قدام عينينا وكنا كنحلمو به، والله سال علينا ودابا غنشوف المنتخب قدام عينينا. التوقع ديالي ديال المغرب ان شاء الله المغرب يربح بشي 3-0 ولا 4. هنا في ساحل الحاج كاينه واحد الرطوبه اللي طالعه بزاف وكاينه الحراره اللي بزاف، يقدر المنتخب ربما يقدر تكون ولف على هذا الجو، والله غالب.